في ناس سألتني بتشتكي الفوتوشوب سي اس 6 اول ما نزل ما بيكتبش عربي، في حاجة اسمها فوتوشوب سي اس 6 ام اي؟ لا، من اول اصدار سي اس 6 خلاص بقى. كان الاصدارات اللي قبليها في شركة اسمها وين سوفت كانت وظيفتها ان هي تدخل اللغة العربية عشان خاطر البرنامج يكتب عربي. بعد كده من اول اصدار كرييتيف سويت 6 اللي احنا شغالين عليه، شركة ادوبي ذات نفسها حطت اوبشن جوه البرنامج يخليه يكتب عربي او يبقى ميدل ايست. وهنعرف مع بعض ايه المشكلة وايه حلها دلوقتي. احنا هنفتح البرنامج عادي خالص اكن لسه مسطبينه، وهنفتح من نيو دوكمنت، دوكمنت جديد خالص اهو، وهنجيب اداة التكست ونجيب اللغة بالعربي ونكبر شوية نخليها مثلا 48 ونكتب الحمد لله، نغير اللون عشان الناس تكون شايفة. طبعا دي المشكلة اللي بتظهر مع كل الناس. تمام، ماشي. حلها ايه بقى؟ اجيب من edit حاجة اسمها preference اخر حاجة خالص، ومن preference بختار حاجة اسمها type، بضغط على طيب في حاجة اسمها ميدل ايستن بختارها، بختار الميدل ايست وبعمل اوكي وبقفل البرنامج وبفتحه تاني وبعمل نيو. تعالوا نكتب كده بقى، ظهر معايا كتابة بالعربي مظبوط. ده بالنسبة للمشكلة اللي كانت عند الناس اللي البرنامج ما بيكتبش عربي، وده الحل بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. إخواني اللي متابعين معايا إن شاء الله الكورس أدوبي فوتوشوب الإصدار الأخير كرياتيف سويت 6 المحاضرة الرابعة، معاكم إن شاء الله محمد عمر وتحت رعاية أكاديمية الدارين، بنكمل مع بعضنا المحاضرة الرابعة. في برنامج الفوتوشوب عندنا على الشمال التولز في سهم صغير كده، لو جينا ضغطنا على السهم ده بيغير لي ايه؟ بيغير لي شكل التولز، بيخليهم جنب بعض، هنا فوق بعض هنا جنب بعض. طيب، وممكن تشده وتحركه تحطه في اي حتة، تمام؟ احنا اتفقنا واتكلمنا على الكلام ده كله، وبترجعه هنا بيرجع تاني، وبتعمله كده بيرجع تاني. طيب دلوقتي انا عملته كده عشان نعرف ايه، نعرف العيله بتاعه التولز دي متقسمه لكام اسره. كل اسره في تحتيها خط كده، هتشوف هتلاقي في خط، ادي اسره وادي اسره وادي اسره وادي اسره. الاسره الاولى او القسم الاول ده خاص بعمليه التحريك والتحديد، بيحرك ويحدد، تمام. الأسرة الثانية دي خاصة بعمليات الرسم والتلوين والتباين والتأثيرات. القسم الثالث أو الأسرة الثالثة دي خاصة بالكتابة والأشكال الجاهزة، ويعني نقدر نقول البين تول معاهم تحديد باحترافية. البين تول اللي هي القلم دي اسمها أداة البين تول، ودي أشهر أداة غالبا يعني على برنامج أدوبي فوتوشوب، ودي اللي هتاخد مننا شوية وقت بس جميلة يعني كلنا هنحبها. الحاجة الأسرة الرابعة ده أو القسم الرابع ده خاص بالحاجة اسمها نافيجيشن، يعني عملية الإبحار. يعني بصوا يعني هي خاصة إيه؟ خاصة باختيار الألوان وخاصة بالزوم وخاصة بالهند والتحريك، اللي هي الهند دي عشان خاطر إيه؟ أعرف أشتغل على الديكومنت اللي أنا شغال عليه. تمام؟ يبقى دول الإيه؟ الأربع أسر اللي بيكونوا العائلة بتاعت التولز. تمام، احنا اخر مرة اتكلمنا، نفتح ده، اتكلمنا على اداة سيلكت وشرحنا المين تول بار بتاعها. لو عملنا سيلكت هنا شرحنا المين تول بار بتاعها ما عدا حاجة اسمها ريفاين ايدج. ريفاين ايدج دي لذيذة جدا وانا اجلتها للاخر عشان خاطر هي ايه، لو ضغطت عليها
هي شاملة كل الكلام اللي احنا قلناه، تمام؟ حاجة اسمها radius، لو جيت لعبت فيها مثلا، نعمل زوم ان عشان نشوف الحواف. حاجة اسمها radius اهي، شفت بتعمل لي ايه في الحواف؟ بتسيح لي، بتديني كثافة للحواف، كل ما بتحرك في الراديوس بتديني كثافة للحواف. سمارت راديوس بتقل لي الكثافة في الحواف، بتعملها لي ايه؟ بطريقة، لو جينا خدنا بالنا هنا اهي وشلنا السمارت وحطيناها، بياخد لنا ايه؟ جزء العمل زائد ايه؟ زائد الريدرز في الحواف. طيب ال adjust edge بتعمل ايه؟ عندنا سموث، لو علمنا عليها بتقوم مسيحها لي الايه؟ الجزئية اللي عملها الريدرز في الحواف. عندنا الفيذر، ودي عارفينها، بيقوم عامل لي فيذر اهي، في كونتراست بيقوم ايه؟ عامل لي كونتراست للحواف، كل شغل على الحواف، تمام. في شيفت ايدج بيقوم مشفت لي الحواف زي ما انا شايف النتيجه، تمام. دي بس ايه يعني، عشان خاطر بيديك كله في حته واحده. هنا بيقول لك في الاوت بوت عايز تخرجه فين، عايز تخرجه على هيئه سيلكت، ولا عايز تخرجه على هيئه لير ماسك، دي ما اتكلمناش عليها لسه، عايز تخرجه في لير جديد خالص، ولا عايز تعمله في نيو دوكمنت. لو اخترنا نيو دوكمنت هيعمله لي في دوكمنت جديد خالص. يبقى احنا عرفنا الريفاين ايدج بتعمل ايه. لو جينا اخترنا ايه، قلنا له اعمل لنا سيلكت وضغطنا اوكي، هيقوم عامل سيلكت على ايه؟ على الاوبشنز اللي انا عملتها في الريفاين ايدج. يعني لو عملت كنترول جي دلوقتي وخفيت الباك جراوند دي، عمل لي ايه؟ عمل لي الاوبشنز اللي انا حطيتها في الريفاين ايدج. بلعب بقى، بعمل هنا اللي انا عايزه، بختار اللي انا عايزه، مفيش مشكله، بيديني كنترول اكتر، يعني ان انا اقدر اتحكم براحتي، وعندي بريفيو، وعندي هنا زوم كمان، وعندي هنا هاند عشان اقدر ايه اتحكم فيها براحتي، تمام. بيقول لي حتى ريممبر سيتنج، ممكن تحفظ السيتنج دي لايه، لتكون اخر حاجه انت اول ما تفتح الريفاين ايدج تلاقيها موجوده. هو بيقول لك هنا ايه، هنا يعني كل ده خاص بالفيو، كل دي اشكال فيو ملهاش اي علاقة. يعني اشكال فيو ممكن تختار الشكل ده، ممكن تختار الشكل ده، ممكن تختار الشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، كل دي اشكال فيو مفيهاش اي حاجة، ملهاش اي علاقة ما بتعملش اي تأثير ولا اي حاجة. ده شكل ليك بس عشان خاطر ايه، تشوف الشكل اللي انت مستريح عليه وتشتغل عليه يعني، تمام. لو اخترنا نيو لاير وعملنا اوكي، هيقوم حاططها لي في لاير جديد اهو، الباك جراوند زي ما هو اهو. حطها لي في لاير جديد، خلاص. يبقى عرفنا الريفاين ايدج، ودي كانت يعني الحاجة اللي نقفل بيها اول اداة تحريك احنا اتعلمناها، واللي اسمها الماركوي، او احنا اتعلمناها ايه، اداه من ضمن ادوات السلكت. ماشي، في عندنا اداه تانية من ضمن ادوات السلكت، هنرجع ده كده، اسمها اللاسو. لو جينا ضغطنا عليها كليك شمال لمدة ثانيتين، هيفتح لي ثلاث أدوات ليهم علاقة بإيه، بأداة اللاسو الخاصة أو ضمن أدوات السلكت. هنختار أول واحدة. أداة اللاسو دي بتعمل إيه؟ بقدر أحدد بيها جزئية أنا عايز أحددها. يعني أنا مثلا عايز أحدد جزئية الإيه، الأستاذة اللي واقفة دي اللي بتتفرج على البوتاجاز أو على الكيكة اللي جوه،
عايز احددها هي بس واطلعها في لاير لوحدها استخدمها في شغل. اقدر من اداة اللاسو دي احددها واطلعها في لاير لوحدها. ليه؟ لان هو هنا في اداة السيلكت اللي فوق دي اجبرني، قال لي عندك يا مربع يا عندك دايرة يا عندك خط بالعرض يا عندك خط بالطول. طب ده ينفع؟ لا، هنا بقى بدأ ايه يديني براح شوية ان انا اتحرك، فايه امال لي خد كمان اداة اللاسو اهي عشان تقدر تحدد اي جزئية انت عايز تحدده. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثة دول؟ تعال نستخدم اول واحدة، نعمل زوم ان. اول واحدة في اداة اللاسو، طول ما انت اداة اللاسو الثلاثة بتستخدمهم بالايه؟ بالماوس. تمام، الثلاث انواع اللي موجودين دول. اول واحدة لو جيت ضغطت بالماوس ومشيت كده وسبت ايدك، بيقوم ايه؟ عامل لك سيلكت على التحديد اللي انت حددته. يبقى انا لو جيت هنا واشتغلت على الصورة دي كده وحددت كده بإيديا مثلا على الجزئية دي، الجزئية اللي انا محددها، تمام، هقوم عامل لي سيلكت على الجزئية اللي انا ايه حددتها بإيديا. لو ضغطت كنترول جي اهي طلعها لي اهي لوحدها. تمام. طيب عيوبها ايه الأداة دي؟ عيوب الأداة دي إن هي حساسة جدا، زي ما انتوا شفتوا هزة بالماوس بإيديا قامت إيه؟ قامت مطلعاني من تحت البق كده وخدت جزئية من إيه؟ من الرقبة، مش قادر أعمل كنترول عليها لأن هي حساسة جدا وأنا شغال بإيه؟ شغال بالماوس. فقال لي طيب عشان خاطر الموضوع ده عملت لك إيه؟ عملت لك أوبشن تاني من اللاسو اللي هي تاني أداة. طيب نجيبها، يبقى اتفقنا الأول الأولانية كده فري بتتحرك بالماوس أهو، بيقعد طول أنا ضاغط ما سبتش إيديا، أول ما أسيب إيديا بيقوم إيه؟ بيقوم عامل لي سيلكت على الجزئية اللي أنا إيه؟ اللي أنا اتحركت فيها، وبالأوبشنات بتاعتها بقى، يعني هتختار الآد اللي هي إيه؟ اللي هي الشيفت، وتعمل بيقوم ضايف لك، إحنا اتفقنا واتكلمنا في الكلام ده، هنقص بالألت وتقوم محرك وتقوم شايل هتنقص. تمام؟ وعشان تجيب تقاطع او نقط مشتركه هتدوس الت شيفت وتعمل ايه النقطه المشتركه دي مثلا، هيقوم جايبها لك. خلاص احنا اتكلمنا. لا انا عايزك يعني ايه الحساسيه اللي موجوده في الماوس دي، انا عايز احاول اتحكم فيها شويه. فعمل لك تاني اداه، اما باجي بضغط بالماوس كليكه وسبت ايديا، بيقوم عامل لي ايه؟ بيقوم عامل لي نقطه وبيقوم ايه؟ بيقول لي حط النقطه التانيه. يعني لو جيت هنا اهو قمت حاطط النقطة هنا وقمت متحرك بالماوس، انا سبت ايديا على فكرة، حطيت نقطة كده كليكة واحدة بالماوس وسبت ايديا اهو قاعد يتحرك بس مربوط بايه؟ مربوط بالنقطة دي. يبقى انا لو جيت هنا وقمت حاطط نقطة كمان اهو حطها لي، لو جيت هنا وقمت حاطط نقطة كمان حطها لي، جيت هنا وقمت حاطط نقطة كمان حطها لي. عايز اجيب الحتة اللي فوق بدوس على مسطرة عشان يقلب لي هاند، وبشد كده شوية وبقوم ايه؟ ومكمل اهو. ده بيديني شوية كنترول يعني. تمام ماشي، انا خلصت. عايز اقفل السيلكت بضغط انتر، يوم اقفل السيلكت وبتعامل معاه لانه سيلكت خالص، كل حاجه انا بتعامل معاها عليه. طيب نعمل كنترول جي ونشوف. هو طلعه لي احسن من الاولاني شويه، اداني فيه تحكم احسن من الاولاني شويه، بس برضو في عيوب. يعني برضو انا مش قادر، شفت الاصل وشفت الصوره باين ان هي مقصوصه قوي وباين ان فيها ديفوهات. طب انا مش عايز الديفوهات دي، اعمل ايه؟ قال لك ممكن تشتغل بنفس الأداة وتعمل نقطة عادي خالص زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي. تمام، والحتة دي فيها كيرف. طبعا هو ما بيدينيش كيرفات، هو بيديني لاين. تمام، قال لك تعمل ايه؟ قال لك ممكن تضغط الت وما تسيبش ايدك من على الالت. طول ما انت ضغط الت
بيديك التحكم بتاع الأداة الأولانية، تقدر انك ضغط بالماوس وتتحرك. اهو لو انا جيت وريتك اهو، انا ضغط الت دلوقتي اهو مديني اداة التحكم الاولانية، اللسو الاولانية، تمام. لو سبت الالت بيرجع لي ايه؟ بيرجع لي اللي هي اللسو التانية. لو ضغطت الت بيقوم مكمل لي اللسو الاولانية، بسيب الالت بيرجع لي اللسو التانية. يعني بيقول لي عشان لو عايز تجيب الكيرفات اديتك ايه؟ اديتك اوبشن الالت ده عشان خاطر ان انت ايه؟ تجيب الكيرفات عن طريق اللاسو الاولانيه وانت واقف على اللاسو الثانيه. اول ما بتسيب الالت بيرجع لك ايه؟ الاداه اللاسو الثانيه اللي هي ايه؟ ليها علاقه باللايت، تمام. وانتر بيعمل لي سيلكت، او لو انا مش عايز النحكاشه دي كلها او انا عايز الغيه بضغط اسكيب بيقوم لغي لي الكلام ده كله. طيب نشوف الاداه الثالثه اسمها ماجنتيك لاسو. طبعا من اسمها واضح ان هي ايه؟ ماجنتيك. يعني ايه طب ماجنتيك؟ يعني بتعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. لو احنا جينا بصينا على الصوره دي واضح ايه؟ واضح ان هنا درجه لون وهنا درجه لون. احنا لو عملنا زوم قوي شفتوا المربعات الصغيره دي؟ هي دي البيكسلز بقى. المربعات الصغيره هي دي البيكسلز. فشوف بقى كام لون، يعني الجزئيه الصغيره دي شفت فيها كام لون؟ فتخيل الصوره دي كلها فيها كام لون؟ درجة الأزرق دي اللي هي الخط شايف فيها كام لون أزرق؟ كام درجة زرقاء؟ شايف لو عملنا زوم أوت أهي هي خط واحد أزرق. درجة الأحمر دي لو جينا عملنا زوم إن، أنت واخد بالك؟ في فرق، في درجات أحمر متفاوتة متباينة، بس لو جيت عملت زوم أوت هي درجة أحمر واحد، تمام؟ فالماجنتيك لاسو ده بيقول لي أنا هعمل لك سيلكت ويعمل لي ماجنتيك للنقطة على ايه؟ على البيكسل. اما يلاقي لونين مختلفين يقوم عامل بوينت على نقطة على بيكسل منه. لو لقيت بيكسلاية، يعني البيكسلاية دي لونها احمر واللي جنبها لونها جراي، هيقوم هو عامل لي مشيلة على التحديد ما بين الاحمر والجراي. تعالوا نشوف. او لو انا ضغطت كده، ضغطت ضغطة واحدة بس ومشيت بالماوس، انا ماشي بالماوس بس ما بضغطش عليه. شفتوا طول ما انا ماشي من الماوس، نعمل زوم اوت كده عشان نشوف، انا ماشي من الماوس مش ضغط على اي حاجه اهو، ماشي بالماوس هو بيعمل ماجنتيك للنقطه بتاعته اوتوماتيك اهو، انا ماشي بس ايه على البنت كده، ما بضغطش ماوس، ما بضغطش ولا رايت كليك ولا شيفت كليك، ولا بضغط على الكيبورد ولا بضغط على اي حاجه، انا ماشي بالماوس بس. بيقوم هو ايه؟ بيقوم هو محدد لي اول ما بيلاقي فرق ما بين بكسلتين بيقوم داخل جواه وعامل لي تحديد ما بينهم اهو زي ما احنا شفنا. انا ماشي بالماوس ما بعملش اي حاجة اهو، هو بيعمل بيحط نقط لوحده وبيعمل ايه؟ تحديد لوحده، تمام. كفاية كده، نضغط انتر يقوم عامل لي سيلكت على الجزئية الايه؟ على الجزئية اللي انا حددت عليه. نضغط كنترول جي ونشوف. اداني تحديد انضف، انضف من الاولاني وانضف من التاني، اداني فيها ايه؟ اوبشن اوتوماتيك خاص بالسوفت بتاع البرنامج بس ايه؟ اكثر احترافيه، عامل كنترول اكتر من ان انا احدد بالماوس من نفسي. يعني لعب على حته درجه التباين ما بين البكسلايه والبكسلايه، تفاوت في الالوان، وعمل بيها الايه؟ التول دي، وطلعت لي النتيجه اللي احنا شايفينها دي ببساطة اللاسو، تمام؟ طيب أنا دلوقتي اشتغلت بالإيه؟ بالماجنتيك لاسو اللي هي تالت واحدة، تمام؟ اللاسو اختصارها حرف ال، لاسو ال، تمام؟ باجي هنا أهو وأنا ماشي أهو، هو حاطط نقط، طب أنا مشيت أهو، طب إيه ده؟ ده أنا نسيت الحتة دي، شفتوا الحتة دي؟ انا نسيتها،
طب انا اعمل ايه؟ اقوم عامل اسكيب واقوم عامل تاني؟ لا، ممكن تضغط على الديليت، وانت بتضغط على الديليت بيدلت لك اخر بوينت اتعملت. اضغط ديليت، عمل لي دلت لي اخر بوينت. اضغط ديليت، دلت لي اخر بوينت. اهو اهو، لغاية ما رجعت لهنا، واقوم عامل كليكة، احط بوينت بايدي، عامل كليك اهو. وامشي تاني الحتة اللي ايه، الحتة دي مش عجباني مثلا، اهو بضغط ديليت 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 لغاية ما اظبط الحتة دي واحط ايه بايدي بوينت. دي مثلا جت كده اهو، تمام. بس هي دي الماجنتيك لاسو، وهو ده موضوع اللاسو، او تاني اهداف التحديد. نضغط انتر. المنتول بار بتاعها بيقول لي ايه؟ بيقول لي فيذر. الفيذر ده احنا اتعلمناها، تمام. في حاجة هنا ايه، في اوبشن هنا. انت دلوقتي جيت عملت كده، شفت المسافة ما بين كل نقطة ونقطة؟ شايف أنا ماشي أهو، شايف في مسافة كبيرة ما بين كل نقطة ونقطة. أنا أقدر أتحدد في أتحكم في المسافة دي، يا إما أصغرها يا إما أكبرها. هي هنا قدامي 57، هي قدامي دلوقتي 57. ممكن أنا أزودها، أقول له لأ خليها حساسة شوية، أعملها لي 100. تعالوا نتفرج اللي هيحصل. اضغط اهو، شفته حط لي ايه؟ حط لي نقط كتير متقاربه ما بينها وبين بعضها، يديني ايه نظافه اكتر في التحديد. بس عيوبها ايه؟ ان انا لو ايديا اتهزت كده مثلا، عمل لي ايه؟ عمل لي بوينتس كتيره. هقعد اضغط ديليت بقى على كل دول، اقف هنا مثلا واضغط ديليت 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 لحد ما يرجع لي لدي تاني. فانا بشوف ايه؟ يعني بشوف بعينيا كده الايه؟ الجزئيه اللي انا عايز اقصها دي محتاجه مسافه قد ايه؟ هل هي محتاجه مسافه بسيطه وسهله، محتاجه مسافات كبيره مش مسافات صغيره، ولا فيها تفاصيل كتير ومحتاجه مسافات صغيره، ولا بين البنين؟ انا بقيم ده من خلال ايه؟ شغلي بالاداه، تمام؟ بس باجي كده اهو وبعمل انتر، بعمل كنترول جي، اداني ايه؟ رفع الباك جراوند، كنترول جي، اداني امكانيه اكتر في التحديد. ده انا عاملها ايه؟ عاملها 100%. طيب لو جينا قللناها، مش 100%، درجة 100 يعني. لو جينا قللنا على 100، هي اخرها 100، خلينا مثلا ايه 8 او 12. تعالوا نجرب كده كليكه ونمشي. شفتوا حط لي ما بين النقطة والنقطة مسافة قد ايه؟ طبعا دي ما تخلينيش اجيب تفاصيل دقيقة زي ما انتوا شفتوا كده. مثلا لو جيت مشيت على الشعر بيهرب مني، يبقى انا فهمت ان انا كل ما اكتر النقط دي كل ما يديني ايه درجة تحكم اكتر في ايه، ونظافة وجودة ايه انضف في ايه في القص، تمام. بضغط انتر عشان اقفل السلكت، او بدل ما اضغط انتر عشان اقفل السلكت، في اوبشن في حاجة تانية برضو ممكن ايه. اول ما بضغط كنترول بيديني دايره جنب جنب الاداه اهو، بصوا اهي، بسيب كنترول وبضغط كنترول اهي، شايفين في دايره جنب الاداه اهي، بتيد بتختفي وبتظهر. اما اضغط كنترول واضغط كليك شمال بيقوم ايه قافل زي الانتر بالظبط. دي ببساطه ايه اداه اللسو. يبقى انا هاجي اشتغل بالاداه دلوقتي، مثلا نشتغل بالماجنتيك لاسو ونمشي كده. الأول نخليها 80%، وعايزين نقص دي طبعا. كل ما بتزود الزوم كل ما بتقص أنضف. ناخد الجزئية دي كده نشيل، نخليها 100% مثلا.
التحديد بتاعها سريع، شايفين انا بمشي بالماوس بس، مش ضغط على اي حاجة غير ان انا بمشي بالماوس، وبالهند بقوم طالع لفوق شوية كده. خلصت التحديد بتاعي، بضغط كنترول ومعاها ايه، معاها كليك شمال، وبعمل ممكن بقى ايه، اعمل رايت كليك واجيب الفيذر تمام، او الريفاين ايدج، اي حاجه مثلا اشتغل على الريفاين ايدج اهو، اقول له اعمل لي شويه فيذر، اقول له اعمل لي شويه سموث، وايه وكل شويه في الايه في الريدز عشان العيوب بتاعه القص تمام، بطريقه كده بسيطه، مش لازم ارقام ضخمه، لا بطريقه بسيطه خالص، احاول اطلع جوده كويسه. كونتراست اعمل لي شارب شويه للايه، للحواف تمام، كل شويه من الحواف اهو، او زود لي شويه تمام، واقوم عامل من هنا وحطها لي في نيو لاير، واعمل لي اوكي اهو، طلعت معايا في الاخر دي النتيجه. بالموف ممكن اجيبها هنا كده، واقوم فاتح كرييت نيو لاير، اتفقنا هعملها لاير على طول، كنترول الت شيفت ان، عمل لي لاير على طول. هقوم مديله درجة لون مثلا في الفور جراوند مثلا، ادي اللون ده مثلا، واعمل الت باك سبيس، واقوم ممسكها ايه، اعمل بأداة سيلكت، اقوم فاتح لاير جديد برضو الت كنترول شيفت ان، واقوم عامل كده سيلكت كده اه، وهنا بيقول لي في فيزر 4، لا خليه صفر، انا مش عايز فيزر خالص، واقوم عامل سيلكت كده، واقوم جايب درجة لون مثلا، واقوم عامل كنترول انتر تمام، واقوم مكبرها كده، ونقوم مثلا بأداة التول بأداة التكست كاتبين مثلا ايه، فوتوشوب بس. اصبحت دلوقتي من اللي كانت ماسكه البوتاجاز، اصبحت دلوقتي ماسكه لي ورقه مكتوب عليها ايه، فوتوشوب تمام. يبقى احنا كده دردشنا وتعرفنا على اداه اللاسو، وعرفنا ايه بتستخدم ازاي وبتستخدم في ايه، وعرفنا نطلع منها نتيجه كويسه الى حد ما، زي ايه، زي النتيجه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. مش معنى كده ان مفيش نتائج افضل من كده، يعني حد يسالني دلوقتي يقول لي بس النتيجه في نتائج افضل من كده في تصميمات وصور احنا بنشوفها، ده حقيقي بس في ادوات تانية لسه هيجي وقتها قدام، يعني مش حابين ان احنا نسبق الاحداث، اذا كان البرنامج اللي حاطط سوفت وير مرتبها كده، فما ينفعش ان احنا ننط نعدي من اداه وننط اداه تانيه الا في حاله ان تكون الاداه دي اداه متقدمه، ما ينفعش ان احنا نعرفها دلوقتي تمام. يبقى اتكلمنا، بنتكلم دلوقتي لسه مع بعض في اسره التحديد والحركه، اتكلمنا على الاداه موف واداه سيلكت واداه اللاسو، وهنتكلم عن اداه الماجيك والكويك سيلكشن. نرجع للصوره الاصليه بتاعتنا، نفتح الزوم كده، ونشوف الاداه الرابعه معانا، نفتحها مكتوب اما نيجي نفتحها في اداتين منها، حاجه اسمها كويك سيلكشن تول وحاجه اسمها الماجيك تول. الاداه دي اختصارها W، احنا زي ما اتفقنا ما بنقف على الاداه موجود حرف W تمام، ده الاختصار او الشورت كات بتاعها. اداه الكويك سيلكشن واداه الماجيك، هنبتدي باداه الماجيك اللي تحت، بتعمل ايه؟ لو جينا احنا اخترنا اداة الماجيك، وقمنا عايزين نعلم على اللون الاحمر ده، فهنضغط كليكة واحدة، انا واقف على اللاير تاني معلش، المفروض اقف على الباك جراوند او اللاير اللي انا عايز احدد عليه،
هنضغط كليكة واحدة هيقوم ايه معلم لي على الجزئية اللي انا اخترتها. طب بيعلم لي عليها بناء عن ايه؟ احنا مش عملنا زوم ان وقلنا الاحمر ده درجات، بقول له كل 32 اهو مكتوب هنا اهو، كل 32 بيكسل قريبين من بعض اعتبرهم لي بيكسل واحدة وعلم لي عليهم. يبقى لو جيت عملت على دي اهو، كل 32 درجة بيعتبرهم درجة واحدة وبيقوم معلم لي عليها. يبقى لو اخترنا دي وقلنا بالشيفت بنعمل اضافة، يبقى نضغط شيفت ونختار دي كمان معاها ونختار دي معاها ونختار دي، بيبدأ يعلم لنا على الجزئية ايه اللي احنا علمنا عليه. نختار دي معاها مثلا، اللون ده لون مختلف واللون ده واللون ده. طول ما احنا انا ضغط شيفت اللي هي اد سيلكت، تمام، بيقوم بالماجيك بيعلم لي على ايه، على الجزئية اللي انا ايه بسلك عليها او بعلم عليها. عشان كده هي ايه اسمها العصا السحرية او اداة الماجيك تول. بس علمت على دول، بعمل كنترول جي وبشوف الايه التحديد اللي انا حددته اهو طلع معايا تمام. عايزين نعرف ان كل دي ادوات بتعمل سيلكت، يعني معنى كده ان انا بعد ما اعمل بالادوات دي كلها سيلكت اعمل رايت كليك واقدر ايه اتحكم في السيلكت اللي انا عملته. هنلاقي برضو ايه في هنا ديفاين ايدج، ممكن في حاجات كتير تمام. هنلاقي في هنا حاجه اسمها ديفاين ايدج اهي اللي احنا دورنا عليها واتكلمنا عليها وقلنا هنزود وننقص والكلام ده كله. لو عايزين نظبط السيلكت بتاعنا شويه تمام، عايزين نعلم على الوش بس. شوف عشان انا ما بضغطش شيفت كل ما بعمل كليكه، لان هو ايه منشط لي ايه منشط لي ليه النيو سيلكت، انا ما عملتش الاد. يبقى بضغط على واحده وبضغط على الشيفت عشان يعمل لي اد وبقوم معلم. طيب انت قلت لي ان هو دلوقتي بيعتبر 32 بكسل او 32 من تدرج اللون هي عباره عن بكسل واحده او لون واحد، اقدر ازودها؟ اه طبعا تقدر تزودها لحد 255 وتقدر تنقصها لحد الصفر. الصفر بيديك ايه؟ بيجيب لك ايه؟ بكسلايه واحده في درجه لون واحد. بتزود ده زي ما انت عايز، مثلا زودت ايه 140 اهي، قام جايب لي ايه جايب لي الجزئيه دي كلها وجايب لي معاها ايه. فكل ما بتزود كل ما بيجيب لك مساحه اكبر تمام. فانت برضو نفس الموضوع بتاع الماجيك بتاعت اللاسو، تقدر تحدد هنا تقيم نفسك وتقيم الايه الجزئيه اللي انت عملتها. مثلا كده جت كتير، لا انا عايز اقللها شويه خليها مثلا 73. انا بقف تحت الكلمه وبشد يمين وشمال بالماوس بيتحرك معايا الرقم بدل ما اكتبه، يعني تحت الكلمة هو بيديني سهم ايد وجنبها سهم يمين وشمال، بضغط كليك شمال وبشد يمين بيزود بشد شمال بينقص، ده للسهولة يعني. وبضغط وبختار ايه بختار الجزئيات اللي انا عايزها. دي ببساطة اداة الماجيك تمام. طيب الكويك سيلكت بقى بتعمل ايه؟ الكويك سيلكت بقوم ضاغط واقوم ماشي، اي درجات بيكسل ودرجات لون بتيجي وانا ماشي، انا ضاغط ما سبتش ايديا من على الماوس، بتيجي وانا ماشي بتقوم ايه معلمه عليها اهو زي ما احنا شايفين. اهو عايزه هي على طول الكويك بتتنشط معاها ايه بتديني الزائد اهي اللي هي الاد، على طول شغاله معاها الاد. لو عايزها عاديه بتختار اول واحده اهي بتديني الاد اهي تمام. هنا اهي عايز الماينس او تشيل بالالت، قلنا الالت بيشيل، عايز اشيل الجزئيه دي هتسيب ايديا، عايز اضيف بيضيف اهو. اهو ضفت مثلا الجزئيه دي وعايز اجيب الايد هنا اهي، جه معايا الحته دي بضغط بالالت عشان اشيل الجزئيه دي واشيل الجزئيه دي اهو، واكمل هنا القص بتاع دي اهو ودي كمان. اداني ايه؟ اداني صوره البنت. بضغط رايت كليك
وعندي ريفاين ايدج برضو، واقدر اتحكم في السلكت اللي انا عملته، واقدر اطلع منه النتيجة اللي انا عايزها. كنترول جي، طلع لي النتيجة دي. تمام. طبعا يعني الادوات بتاعت السلكت دي بتفتقد الدقة. ليه؟ لان كل ده يعني حاجة زي كويك، حاجة سريعة، واخد بالك؟ انما كل ما تيجي تتعب في التصميم وتتعب في الحتة اللي انت شغال فيها وتطلعها بكواليتي انضف وبمهارة انضف وتهتم بأدق التفاصيل فيها، هتطلعها بمستوى تصميم اعلى. يعني اما حد يقول لك اتعب في التصميم، يقوم حد يقوم جايب لي صورة من اليمين وصورة من الشمال وصورة من جوجل وصورة، ده كله مش صح. ده انت تتعب في التصميم يعني ادق التفاصيل تهتم بيها. يعني لما جينا هنا دي شفت مثلا في عيوب اهي، في عيوب في المناخير وعيوب في الايدين، دي كده ايه، دي كده ديفوهات عايزة تعديل، المفروض تتقص من جديد. تمام. دي اسمها ادق التفاصيل. يعني الابداع في التصميم ان انت تدور في التصميم ما تلاقيش حاجة تشيلها. يعني من كتر ما انت خلاص حاطط الحاجات اللي عليها فوكس والمنظر قدامك جميل وكده، مفيش مربع زيادة ممكن تشيله. يبقى انت كده ابدعت، عملت ادق التفاصيل واهتميت بادق التفاصيل، اخترت خط كويس في الكلام وقصيت كويس بنظافة واخترت لون كويس متناسب، واخد بالك، واشتغلت باحترافية كده وطلعت شغل نظيف، يبقى انت كده راجل مبدع، يبقى انت كده راجل عارف تشتغل. يبقى احنا مثلا طلعنا النتيجة دي، نخفي الباك جراوند ونعمل نيو لاير ونعبيه بدرجة لون مثلا، ناخد مثلا درجة من درجات الايه البنت دي، ناخد مثلا درجة الشعر او درجة المريالة اللي هي لابساها دي بتاعت المطبخ، ونعمل الت باك سبيس عشان نعبي، عبت اللون. طب البنت راحت فين؟ البنت مش موجودة. لا البنت موجودة بس اللاير اللي انا فتحته فوق البنت، فهشده كده احطه تحت البنت عشان البنت تظهر لي. بس كده. تمام. هفتح ده صورة، هفتح ده كده واحركه واحط. طب ظهر ايد البنت فوقيه عشان هو فوق اللاير بتاع البنت، بشده كده بحطه تحت اللاير بتاع البنت. تمام. دي ببساطة أداة الإيه؟ الكويك سيلكشن وأداة الماجيك. وبكده إحنا ممكن نقول إن إحنا إيه؟ إن إحنا إتكلمنا عنه. في حاجة بقى إيه بيقول لي إيه؟ هات لي يعني هنا، لو جينا بصينا هنا في أداة الماجيك، في حاجة اسمها سيمبل سايز. تمام. هنخليها دي مثلا ايه 30. بيقول لي ايه؟ بيقول لي 3 باي 3 افريج. تمام. وفي هنا اختيارات 5 باي 5، 11 باي 11، 31 باي 31، 51، 101 افريج باي 101 افريج. دي كلها برضو ليها علاقة بايه؟ بالافريج، يعني ايه الانتشار بتاع البيكسل. تمام. بيقول سيمبل او 3 بيكسل، يعني لو جينا عملناها صفر جينا عملناها صفر، لو جبنا السيمبل بصوا المفروض ان هو هيعلم لي على البكسلايه. تمام. لو اخترنا 3 عمل لي انتشار اكتر في الكليكه الواحده، رغم ان هي ايه هي صفر. لو عملناها 31 عمل لي انتشار اكتر، يبقى هو بيعمل لي انتشار في الايه في الكليكه الواحده. تمام. ده سيمبل سايز لغايه 101. اهو ضغطت 101 جاب لي الديكومنت كله اصلا، نوع من انواع الكنترول يعني. في حاجة هنا لذيذة، لو فتحنا الليارات دي كلها ظهرناها، حركنا دي كده حركنا دي كده وجبنا أداة الماجيك. تمام.
لو جينا علمنا هنا احنا واقفين على اللاير ايه؟ على اللاير ده بتاع البنت دي، تمام؟ لو جينا علمنا على المريالة هيعلمني ايه؟ هيعلم لي على الجزئية اللي انا ضغطت عليها، تمام؟ في ايه؟ في اللاير ده، تمام؟ طب لو في هنا علامة هشيلها، علامة صح هنا اسمها contiguous، هشيلها، تمام؟ وضغطت على نفس المكان، اعمل كنترول دي سيلكت واضغط على نفس المكان، عمل لي ايه؟ قال لي انت علمت على الجزئية دي، بس انا هعلمك على نفس درجة اللون في اللير كله، يعني مش لازم يكونوا جنب بعض. يعني مثلا الاحمر ده، مش الاحمر ده قطعه من هنا اهو لون تاني وقطعه من هنا لون تاني، يعني المفروض الاحمر اللي في الاخر ده ما يجيش معايا اما اضغط هنا. طب تعالوا كده نجرب، انا شلت العلامة الصح من هنا اهو، اضغط، انا عامل دي صفر نخليها 30، اضغط هنا اهو، قام علم لي، عمل لي علامة، علم لي على كل الاحمر اللي موجود في اللاير، تمام؟ تاني اداة الماجيك اهي، هي كانت المفروض ايه؟ متعلم عليها، لا هشيل العلامة واقول له علم لي على الاحمر ده، علم لي على كل الاحمر اللي موجود في اللاير، مش على الجزئية اللي انا ايه حددت عليها بس. طب يا عم ده في فاصل، في فاصل لون اهو من الاحمر للاحمر ده، يعني عشان شلت الايه، شلت علامة الصح من الاوبشن ده، فانا علم لي على كل علامة احمر جوه اللاير، ايوه، او كل لون احمر جوه اللاير اللي انا ايه واقف عليه. طب ايه كمان؟ ممكن يعلم لي على كل لون احمر جوه الدوكمنت كله، لو انا عملت ايه سيمبل all layers، عملت علامة صح على دي وضغطت على اللون الأحمر، عمل لي علامة على اللون الأحمر بتاع أي لون أحمر جوه الديكومنت. لو اللون الأزرق أهو، عمل لي علامة على كل لون أزرق جوه الديكومنت. طب ده مش جوه اللاير، ملوش دعوة، ما أنت عملت شغلت الأوبشن ده اللي بتقول له علم لي على درجة اللون في الديكومنت كله. ده بالنسبة لإيه؟ لأهم أوبشنين في الإيه؟ في المنتور بار، تمام؟ وبرده السيمبل اول لاير في الكويك، اللي وقفت هنا على الكويك سيليكشن اهو، برده موجود ايه سيمبل اول لاير، بنشطها باكتفها وبضغط على دي، بيقوم ايه المفروض ان انا اللاير اهو، تمام؟ لا انا ضغطت بعيد عن اللاير، لو انا شلتها الاول اهو، بضغط بعيد عن اللاير، بيقول لي لا انت مش واقف على اللاير، فكل شويه اعمل سيلكت واسيب ايديا واقوم اخفي، تمام؟ ليه؟ لان انا بعيد عن اللاير، بعلم بعيد بره اللاير، اللاير اهو، اهو التحديد بتاع اللاير اهو الجزئيه دي، تمام؟ انا بضغط بره اللاير اهو، فما بيدينيش حاجه. لو عملت سيمبل اول لايرز بقول له علم لي على اي لون انا بضغط عليه حتى لو مش جوه اللاير، اهو بضغط هنا بيقوم معلم لي على الجزئيه دي، اهو هنا بيقوم معلم لي على الجزئيه دي، تمام؟ دي ده هنا ايه، بكبر مساحه الكويك سيلكت، الدايره دي بكبر مساحتها من السايز هنا وبصغر المساحه بتاعتها. يعني خلينا في دي دلوقتي في اول واحده السايز بس، لحد ما نبقى ايه نشرح البراش عشان ابين لكم بقيه السبيسيفيكيشن وبقيه المواصفه بتاعتي او الاوبشن بتاعتي، تمام؟ طيب نمسح بقى كل اللي يردي ونرجع للصوره بتاعتنا. في اداه مشهوره جدا جوه برنامج الفوتوشوب اسمها اداه كروب. طيب يبقى بكده احنا في المحاضرة دي اتكلمنا عن أداة اللاسو وأداة الماجيك والكويك سيليكشن، أداة اللاسو بتلات أنواع بتاعتها واختصارها حرف L، وأداة الماجيك والكويك سيليكشن واختصارها حرف W. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن أداة الكروب وأداة الإي دروبر. أتمنى أكون وفقت بإذن الله في المحاضرة بتاعت النهاردة، وإذا كان في توفيق فهو من عند ربنا، وإذا كان في سوء فإنه مني ومن الشيطان، وأتمنى إن أنتم تسامحوني. شكرا لكم لمتابعتكم معايا، وعلى لقاء إن شاء الله مع المحاضرة الخامسة من
الكورس الخاص ببرنامج أدوبي فوتوشوب CS6. كان معاكم محمد عمر، أشكركم وأشكر أكاديمية الدارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.